بشكل لنا اليوم من أهم الأيام في تاريخ المكتبة باعتباره الحدث الأول في جامعة فلسطين التقنية حضوري من حيث لقاء المكتبيين والحضور، وأيضا على صعيد إلقاء المحاضرات اللي رايحة تكون إن شاء الله عن قواعد البيانات الإلكترونية، إضافة لمعرض الكتاب وخصوصا الكتاب الأكاديمي اللي بتكون في مكتبة دنديس. طبعا الآن إحنا بنتجه بشكل عام بالمكتبات إلى الحوسبة والمكتبات الإلكترونية بجانب الكتاب الورقي. طبعا الكتاب الورقي له مكانته، ولكن الآن الاتجاه بشكل عام أصبح نحو المجلات والدوريات الإلكترونية بشكل أساسي، للمجلات الإلكترونية، لأنه أصبح التطور بشكل سريع جدا في مجال النشر، فلذلك من الصعب أنك تطبع الكتاب أو المجلة كل ما صار تحديث عليها تطلع طبعة جديدة، فلذلك أهمية الكتاب الإلكتروني أو المجلة الإلكترونية أن عملية التحديث للمعلومات بتتم أونلاين على الموقع وبنفس لحظة حدوث التعديلات. احنا دعينا اليوم هون على المعرض، تشرفنا ان نتعاون مع المكتبة ومديرها وجميع اعضاء المكتبة، وصحيح ان قمنا يعني بتوفير عدد كبير من العناوين في كل المواضيع والاصدارات الحديثة من دون نشر اجنبية وعربية، وان شاء الله يعني انه بكون للمستقبل في كثير فعاليات بيننا وبين الجامعة تعاون من هالنوع، واحنا جاهزين يعني لتقديم كل اشي بيلزم في موضوع المعرفة والكتب، وجاهزين ان نتعاون مع بعض في هذا المجال.